حلق العانة، حلق العانة ذكرنا في علامات البلوغ انبات الشعر الخشن حول القبل سواء كان ذكر أو مرأة. هذا الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل سواء لذكر أو أنثى يجب أن يحلق بالموس بمكينة الحلاقة. متى؟ الحد عندنا 40 يوم، فلا يتجاوز هذه 40، لكن تنظر أنه في بعض الناس يطول هذا الشعر مدة أسبوع يحلق وبعض أسبوعين، المهم أكثر مدة لا يحلق فيها العانة 40 يوم، لكن بعض الناس يحتاج إلى أن يحلق في كل أسبوع حلق العانة، مفهوم؟ نعم. ونتف الإبط كذلك هذه المدة لا يترك أكثر من 40، وأحيانا قلنا بعض الناس قد يحتاج إلى هذا في أسبوع مثلا. حلق العانة ونتف الإبط، نعم،